ده نادي الزمالك وكسب الزمالك، وبرضه الراجل زملكاوي وبيعشق الزمالك لكن بيحب شغله، واي واحد محترم بيحب الزمالك هيحترم طارق، اي حد محترم في النادي الاهلي هيحب مختار مختار، لان الشغل اهم حاجه، انه لما يجي الاهلي والزمالك يبقى هو كمان بيشتغل بنفس هذا المنطق. يعني من النادي الاهلي عقوبات ماليه كبيره على لعيب الاهلي، يمكن قرر الجهاز الفني توقيع 30,000 جنيه يمكن على النادي الاهلي، وكان بيقولوا في اشاعه عن 53,000 جنيه، ولكن هم بيقول كابتن سيد عبد الحفيظ قال لا هم 30,000 جنيه. طب هو الاهلي هل اللعيبه هي اللي قصرت؟ انا متهيألي والله اللعيبه ما قصرتش، يعني كل واحد كان بيموت نفسه، ولكن هي قدرات، القدرات اللي في الملعب المتواجده هي هتديك كده، لكن في ناس بره كانت ممكن تبقى احسن من كده بكتير، تخلي الفرقه احسن من كده بكتير، لكن هي مسؤوليه الجهاز الفني اللي هو ما اشركهمش. فهل يعني اذا هو الراجل بيقول هي مسؤوليته بيعاقبوا اللعيبه ليه؟ المفروض هم اللي يتعاقبوا، يعني على تشكيل الفرقه مستر مان والوزير الجهاز الفني هم اللي يتخصم منهم 30,000 جنيه، اللعيبه اللي نزلت ما قصرتش، ولكن هي قدراتهم الفنيه في المرحله دي ان هم مش قادرين او وحشين، كان لازم يبقى في حد اللي هو الاله المسؤول عن نفسي، كان لازم هو اللي يتخصم منه، مع احترامي الشديد ان لما اعلق غرامه على لعيبه انا بودي قدام الناس بوري قدام الناس ان الناس دي هي اللي غلطانه، انا مش شايف ان اللعيبه قصرت بصراحه، كله بيجري يعني كله عمل عليه كجناحه بدنيه، ولكن الفنيات في راجل قاعد شايف عنده لعيبه بره ممكن يعمل تغيير تبديل وتوفيق، ولكن هو قال لك انا المسؤول وهو اللي غير متاخر وهو اللي كان وبعدين في الاخر بيخصم من اللعيبه. طب وهو ايه والجهاز ايه اللي سبب 90% من اللي حصل امبارح؟ مفيش اي مخالفات او اي غرامات عليهم يعني. طيب احنا يمكن ما شفناش المنظر ده من زمان على فكره في النادي الاهلي، يعني الاهلي بقاله 7-8 سنين بيكسب كل البطولات، الناس كلها ده على كده الزمالك جمهور الزمالك بطل بقى والله، انه يعني بقاله 7 سنين والناس مستحمله يعني. طيب اجتماع طارق للجنه الكره بالنادي الاهلي، يمكن طبعا تخرج من توت افريقيا في المجموعات وتخرج من كاس في دور ال 16 حدث ما بيحصلش كتير في النادي الاهلي، كابتن حسام بدري الموسم الماضي او كان هو واخد الدوري وصل فاينل كاس، وصل قبل نهائي افريقيا والناس ما كانتش مبسوطه من كابتن حسام بدري، السنه دي الاهلي بيطلع من المجموعات وبيطلع من دور ال 16 ومستر مانويل موجود والناس يعني راضيه بيه، فعشان كده كابتن حسن حمدي عمل اجتماع طارق يعني او هيبحث اجتماع طارق خلال ساعات لبحث اسباب الخروج والفريق البطوله الثانيه على التوالي على في مده اقل من اسبوع، وصراحه البرتغالي مانو جوزيه ومن اجل الكشف عن السلبيات التي واجهها الفريق خلال الفتره الاخيره والتي بسببها اضاع الفريق فرصه التاهل للدور قبل النهائي بالبطوله الافريقيه بغرابه التعادل 1-1، كما تلقى هزيمه باداء سيء من جميع اللاعبين خلال مباراه ام بي لودع الفريق البطوله السنه، ومن المقرر ان تواجه اللجنه جوزيه بالعديد من الانتقادات. يعني انا شايف ان مفيش استفسار ولا حاجه بصراحه، المجلس اداره الاهلي عمل كل حاجه، يعني جاب وليد سليمان ودفع فيه رقم وقدره، جاب عبد الله السعيد ودفع فيه رقم وقدره، محمد نجيب ودفع فيه رقم وقدره، فابيو جونيور اللي محدش عارفه خالص ودفع فيه رقم وقدره، يمكن دي ابرز الصفقات، سيد حمدي ودفع فيه رقم وقدره، والناس كلها من احسن لعيبه يمكن ما عدا فابيو جونيور، ولكن كل اللعيبه الموجوده او اللي جابها النادي الاهلي كلنا عارفين ان هي من احسن اللعيبه المتواجده في مصر، ولكن ادائهم او النتيجه صفر او هي يمكن سيئه جدا، واكيد مش الاداره هي السبب ولا اللعيبه، اللعيبه ما بتلعبش يعني، لا سيد حمدي ما شفناهوش ولا ماتش من ساعه ما جه يمكن غير ربع ساعه و10 دقائق وماتش كيما، يعني ماتش كيما ما اعتبروش ماتش نحكم بيه على حد، وليد سليمان بينزل ربع ساعه في ثلث ساعه، راجل بينزل دايما مضغوط وهو اساسا مش جاهز لسه، الولد لسه جاي بقاله كان فتره كبيره ما بيتمرنش، وبعدين دخل على فرقه بتلعب ماتشات وهو مش يعني فتره الاعداد يا جماعه غير تمرين الماتشات، فتره الاعداد لما بقى عن فتره اعداد ليها تمرينات معينه، غير ان انا اخش على فرقه بتلعب ماتشات كوره واتمرن معاها، ده حاجه وده حاجه، فبالتالي انا شايف وليد مش جاهز خالص لسه، وليد لازم يجهز كراجل بيعمل اعداد بدني عشان يلعب كوره، مش يخش مع فرقه بتلعب كوره اوريدي، فدي برده حاجه ثانيه مع فيدالو. عبد الله السعيد برضو هيعمل ايه، راجل نازل في الدقيقه فاضل ربع ساعه والاهلي مغلوب واول ماتش في حياته يلعبه والدنيا مكهربه، فانا مش بلوم اللعيبه، لكن لازم يبقى في بين، اعتقد الموضوع رايح لمين، مستر مانويل بصراحه ما اعرفش في ايه الايام دي، ولكن مش هو مانويل جوزيه خالص حتى الان. يعني نروح لنادي الزمالك، والكابتن حسن شحاته بيؤكد هزيمه الاهلي تمثل ضغطا علينا. طبعا كابتن حسن شحاته يمكن ميزته ان تصريحاته ما فيهاش هجوم خالص، مش هجوميه تماما، الراجل منيم الناس كلها عادي جدا، وما حدش بيتكلم على الزمالك خالص باي حاجه، لا كويس ولا وحش، كله يعني الفرقه كسبت يتكلموا على الاداء الفني، ولكن ما سمعناش على حاجه جوه النادي،
ما سمعناش ان انا قادم، الزمالك قادم، ما سمعناش ان المنافسين ما عندهمش فكره، ما سمعناش ان انا هكسب اي حد اخش عليه، ان كل الفرق انا احسن منها، ما سمعناش حاجه خالص مستفزه. الناس بتشتغل بصراحه، او كابتن حسن بيشتغل شغل محترف جدا جدا، هو بيشتغل في شغله ومش دعوه بالناس تماما. وده يمكن اللي قاله في هذا التصريح: الهزيمه الاهلي تمثل ضغطا علينا، واكد الجهاز الفني بقياده كابتن حسن شحاته بعد مشاهدته لمباراه الاهلي امس ان نتيجه المباراه ستشكل ضغطا كبيرا على الفريق، لان الجماهير لن تقبل بغير البطوله بعد خروج الاهلي من البطوله طبعا. واجتمع شحاته باللاعبين قبل المران اليوم، واكد اللاعبين انه لم يستقر حتى الان على التشكيل الاساسي للفريق خلال الفترة المقبلة، أن الباب مفتوح أمام كل اللاعبين لأسباب أحقياتهم بالتواجد في التشكيل. وعلى الجانب آخر، خاض لاعبي الفريق اللي هم ما لعبوش، لعبوا يمكن ماتش امبارح وشارك في ميدو، والنهاردة برضه ميدو هيشارك في ماتش كان مع الأمرية، مطعمين بعض اللاعبين اللي ما شاركوش مباراة الكاس. كان الماتش طبعا التدريب اللي بعد الماتش كله راح للاعيبه الكبار اللي لعبوا الماتش، خصوصا احمد حسن واللاعبين التانيين. وميدو شارك، ميدو بيتمرن على فترتين، صبح مع كابتن عم مطراوي، وبعد الظهر بيروح يتمرن مع الفرقه، عايز يلحق يرجع يلعب. مش هيلعب الماتش الجاي، عشان في برضه اسئله جايه على الفيسبوك: ميدو هيلحق الماتش الجاي؟ ميدو مش هيلعب الماتش الجاي. ميدو من لو الزمالك كسب ماتش قبل النهائي، ميدو هيكون في الاحتياطي ان شاء الله.